إلى أن يصيع ويرجع إلى عقله. إذا ما رجع شلون؟ إذا ما رجع نظل إحنا وراء هذا القرار ونسوي ما نسوي. إذا نسقط حكومة الكاظمي ونقل ونقل بزمن الواحد وتسعين الوادم ما كانت عندها، بالخمسين واحد عنده رشاشة واحدة. إذن الحمد لله والشكر كل بيت فيه 50 رشاشة وكل بيت، والدليل قال قائد الشرطة قبل 5 سنوات صارت مشاجرة بين عشيرتين وصار لقاء تلفزيوني للقائد، قال بويا هاي العشائر عندها سلاح ازيد من سلاح قيادة فرقة. احنا ان شاء الله ما توصل هذا، احنا لا لا باصواتنا وباقلامنا وبالقانون مجلس النواب ان شاء الله يقيله. اذا ما الله هداه والله جابه للطريق العديل توصل الى هذه مثل ما وصلت الى صدام وغيره. اذا اذا عادت الدكتاتورية الواحد وتسعين ايضا تعود. طبعا نعيدها عليهم ان شاء الله. بارك الله، شكرا شيخ فرحان العبد الشيخ.